في تجربة مثيرة واستثنائية تفتح مزارع ثماري بمكة المكرمة أبوابها لاستقبال موسم الفراولة الذي تميزت ببرامجها المعدة لزوار المنطقة والتي تمت زراعتها بطرق مختلفة نظرا لأحوال المناخ في منطقة مكة. كما قام محافظ منطقة الجموم فهد القثامي بعمل جولة تفقدية للمزرعة مشيدا بجهود هذا الموسم الجميل وإبرازه كأحد أهم المهرجانات الشتوية. طبعا هي مزرعة الفراولة تشتمل على عدة نواحي، منها من ناحية من مسألة الناحية التعليمية اللي تخص الأطفال وجانب الأطفال، كذلك أيضا من ناحية ترفيهية أن الناس والعوائل يأتون لهذا المكان ويستمتعون بهذه الأجواء خاصة في هذه الأيام. إضافة إلى ذلك مسألة قطف الفراولة، الناس دائما وأبدا ما تحب مسألة قطف الفراولة، وكما نحن شايفين أنها موجودة في كثير من المدن السعودية. تعتبر الفراولة من الفواكه الشتوية المحببة لدى أغلبية الناس، كما ترتبط الفراولة بمناخ المناطق المعتدلة وفيرة المياه، لذلك تم عمل برامج للأطفال في مشاتل صغيرة لتعليمهم طرق زراعتها وكيفية قطفها، بالإضافة إلى عمل جلسات ريفية في الهواء الطلق تحت إدارة شباب وبنات سعوديين ليصبح لأهالي المنطقة وزوارها من المدن المجاورة لها متنفس طبيعي جميل وهادئ مهيئ لجميع الفئات. حاولنا حتى أن نجي بفكرة جديدة تماما، يعني تكون عناصرها أغلبها من الخشب، وطبعا كنت مبتعث في الولايات المتحدة الأمريكية ولسه راجع إن شاء الله خلال أسبوع. حاولت برضو أخذ استوحي من الأفكار الموجودة هناك وأجيبها في المكان هذا. مثل ما تشوفون الآن التصاميم كلها تصاميمنا، الإنتاج كله إنتاجنا إحنا. فريق العمل في المزرعة غالبية العظمى هم شباب وشابات سعوديين. القناة الإخبارية هيفاء الأمير مكة المكرمة.